ويثي قد عاد تولينا وندينا عزر فلا ونصو في سوين غار يسلن ست مزاح تزوالا هي عن فدو سمينوثن الحالة تينوثي مي ترجع وكان ذي دو وفور غار أثمدي ثبوسة قاع لما ذا سجن قيضي لهنا سوزان 25 ميلي متران ذا غفورة أرائلين لدغا ذي تيارة الجلفات سمسيل تلاكو ذي المسيلة أكفور ذا غاني يتراجع وكان أذي أوضى زال 25 مليمتران ستم ديث أبو ساقس 9 من دقيق غار الفجار نوزكا الاثنين ميرا ذا ربي إن شاء الله ذي ثمان تي بازال زيار ثمان أخبو مرداس ديزي وزوت وفيرت لبليدا المدية لكوذ عين الدفلة أمنو ثنية غام ثلاثة نغا كراضني يزدوين النظام اندايكسن ثليث أن وخمان دي ثمان تندوف إليزي سعيدة عتان ضغا تمن راست دوالة دغورس تودرت ستاويلي وثيوث كان همي غاكسن أخمان وضغا أمذيا دي قوانشتقيا دي ثمان نعين صلاح عند إثفاق في لزارين النهار غار تزنقاثين في جدانين انتم ذي انتقى وتفادة كان غالند إيم ازداغ تفغان شيت شيت مشاع مزال صحف فيران غافتز مارين انسنس تمرسيوث انتكم من ذوين النظام عبد الرزاق حجي جات ياسر خير من قبل ذاك الحركه كاينه ياسر ايوه ايه كاينه الحركه والله يرفع علينا والباس هذا ان شاء الله على امتي محمد جماعه ان شاء الله كنا في الحجر والحمد لله درك ولات الحياه اللي مجراها ولات الحياه عادي الحمد لله كل الناس الحمد لله دايره بهذا الاجراء دايرين الكمامات والحمد لله اللي معفيين على هذا المرض هذا والحمد لله الناس كلها راهي ملتزمه بالاجراءات نتاع الدوله. الحمد لله بدات كما نقولوا احنا بدات ترجع الحياه تدريجيا يعني الحمد لله هنا في ولايه تامر راس انا عين صالح الحمد لله يعني مع رفعوا علينا الحجر الصحي هذا الحمد لله. وحنا رانا منظمين والشاب راه واعي راه داير كاعك مامت راه الحمد لله راه الشاب راه واعي ورانا يدخلوا ثلاثه المحل ورانا الوقايه راهي كلش كاين. هاي المطهر كاين وحنا رانا دايرين كمامات ورانا نمسحوا الفريجيدير بالجابيد الحمد لله ذي لقديش يخدم وس قامو غني مولان لقديش نتكبونا يذكو يزدون في قايتنا لفسيون داي فرقان اغمو ضمو قران ني سوفر انتو جيا غاري خمان نو سجيع ذي يعني قس عنا زال 60,000 انتو مين غار ثماء ضغان اكا الدنيا ذوزال مو قران لقيت انتو جيا غار ثماء ضغان ني سلسا ني مجايين ذي لقديش اندا اكتكيوس قامو غارفان نو يزدو يجي غار ثماء ضغان لقديش نظام التويزيا قلان مقال ونضحنا ففاذن كورونا ذي ثم يقياد الزيار سومة ثرابح صيش قمنا اليوم بتوزيع هذه المستلزمات لأكثر من 14 مستشفى على ولاية على جميع خطر ولاية بجاية والكميات التي حضرناها اليوم للتوزيع عندنا 60,000 كمامة وعندنا الكومبينيزون عندنا واحد عندنا 1200 عندنا 100,000 ليغون لاتكس يون لترين لو سافون ليكيد عندنا اكثر من 2 لتر اون بيدون دو 2 لتر وعندنا ثاني لو جافيل اكثر من 4 لتر كساكا شو راس درت جميل خدمت اطاس بلوس دو 350 ميل بافيت ونحوج سورا لي بافيت بور جينيراليزي البور دو لا بافيت ودنو غير لا في نورمال باسكو كي كوباني نطرت لي زارتيزون لي كوميرسون لي ترونسبورتور يخدمنا طاس توشولين يقنطرن قال كونفينمون يقوز ميرنا راه كملن سلا ريتما كي دونك ان شاء الله انا معاونس بور ريوسير لو ديكونفينمون دون سيت بيريود دو 3 mois Il y a des entreprises, elles souffrent, vraiment elles souffrent. Donc c'est l'occasion, là on devrait dégeler leurs projets, là on devrait leur faciliter leurs investissements, parce que ça nous fait notre ذوك لان البركة قلان تطفر الجزائر 68 قران تجميل تيم جايين أساقير لدغا إثيما ثيني مئة أساقير تفسكن سن تثقر أغلان تدغا ذوي ذيك قسشن الدقس بقورن أيقيا ذيك خامن نو سجيا لين ديو سنة كدنيا سواسن الحد أن قارو ذيك قورن مقو يتقبلن تفسكن تيما تستقر أغلان ظهر نسن تجميل تغف ونشتقي هجر بوعلي ان شاء الله يرفع ربي علينا هذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله ونتمنى الشفاء العاجل
نعاجل لكافة المرضى إن شاء الله المصابين، ونقول لهم إن شاء الله رانا دائما معاكم ونبقى وتجور معاكم إن شاء الله بإذن الله. وهنئ جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مشكورين على هذا الدعم المعنوي والمادي. جزيل الشكر على هذه الالتفاتة الطيبة اللي فريمون حنايا نقدروها ونعتزوا بها. نقدم شكر خالص، شكر كبير لجمعية البركة، يعطيكم الصحة. سي فريمون انكوراجون هذا لو جاست، سانوتوش فريمون فريمون سورتو في هذه لافاز وين اوني فريمون فاتيغي. كل حال اليوم باسمي وباسم كل الطاقم الشفاء الطبي والطاقم الطبي والاعوان الاداريين والمهنيين اللي راهم مجندين منذ ما جاءت هذه الجائحة على لوطننا الحبيب. اليوم وشنو الشعب الجزائري اليوم رانا واقفين ورانا مجندين، كنا بالبارحة واليوم وسنكون غدا. نشكر جمعية البركة وكل هاد الشباب اللي يعني جاوا لنا اليوم وشرفونا بحضورهم، يعطيكم الصحة. نشكر قناة النهار ايغالمون على الالتفاتة هذه. يعني كما راكم تشوفوا كل مجند هنا في مصلحة كوفيد 19 من أجل مصلحة المرضى اللي راهم عندنا هنايا، اللي نطلبوا لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. بمناسبة عيد الأم، جمعية البركة تشكر تهنئ كل الأمهات الجزائريين والأمهات الأطباء اللي هما في مستشفى سليم زميرلي، الذين يعني سمعنا من شهاداتهم أنهم بعاد على الأمهات والأسر تاعهم منذ أشهر كثيرة، فنقول لهم حمدكم يد المولى فكنتم بها أولى. ضعف فسكا ثم جاستي مثينا تي مثين بجدود السومة تعرفوا.